السلام عليكم، يسعد مساء الجميع. في إحدى زياراتي إلى منطقة مدينة زايد، طبعا في الكشف والمعاينة لقينا حشرة قشرية يمكن الكثير ما يعرفها، بس صاحب البيت عرفها لأن من خلال المتابعة الواحد بيدري شنو هذا. شوفوا البياض اللي على الجدع، الحين بركز أكثر، وكل ما زاد أسبابه طبعا بتكون الرطوبة، رطوبة التربة. شوف شنو رطوبة التربة في الجدع تحت، هذه مسبب إلى إتلاف جذع الشجرة بالكامل، وتبدأ الأخصام بالتنشف تدريجياً. لأن شنو وظيفة هذه الحشرة؟ شوفها في إيدي مثل البودرة، أوكي؟ الحين بقول لكم شلون تتخلصون منها وشلون طرق الوقاية. طبعاً من زيادة الري وأيضاً الأصداف، شوفوا هذه الأصداف، شوفوها، هذه بعد تمص. اللي حبيت أقول له التخلص من هذه الحشرة، طبعاً قبل لا أقول شلون تخلص منها، هذه تروح تدريجياً من أسفل الجدع إلى أعلى سقف الشجرة مثل ما تشوفون واصلة لهني. التخلص منها في عدة طرق، أول طريقة هو المبيد الفطري الخاص بهذه الحشرة القشرية. شوف شلون تتلف الورق، تكون على الأوراق. فأول شيء يا نرشها مبيد خاص بالحشرات هذه نفسها لمدة شهر، يعني كل أسبوع مرة، بحيث أنها تسقط هذه الحشرة. بعدها نطلي الجدع بالنورة مع مبيد فطري، مع اللي هو صبغ أبيض جوتن أو برجر أمولشن. ركزوا على الأمولشن اللي هو مائي، بيكون بارد على الشجر، مو زيتي. تروح تجيب لي زيتي اللي هو يسمونه ناري، في السعودية يسمونه ناري، يعني زيتي اللي هو حار، جلوس أو شيء. فبهاي الطريقة نطلي إلى مثلا متر إذا كانت شجرة كبيرة، وبهالطريقة نتخلص من الحشرة. الأضرار اللي راح تسببها هذه الحشرة اللي هو قتل الشجرة بعد سنوات، يمكن تاخذ لها سنتين وتموت بسبب اللي هو هذه الحشرة، لأن أول شيء راح تبدأ بتنشيف الأغصان الضعيفة. الملاحظة الأخرى اللي أنا عاينت عليها ألا وهي ضيق الأحواض. طبعا الحوض هذا مثلا 50 سنتي في 50، يبيلك حوض مثلا، احنا خلنا نقول، ما اقول عرض هذا، انما اصغر منه بشوية، يعني خلنا نقول اقل من المتر بشوي، على حساب ان تكون الشجرة تاخذ راحتها، لان الحين تزرعتها بيبي كأي شجرة مثل مانجو او شغلة. الملاحظة الثانية من خلال الزيارة، طبعا انا نزلت مقصي وياي اللي هو الكل يلاحظ، خاصة شغل العمال الآسيوية، خلوا بالكم لا تخلي لي اللي هو الحبال يزنط الشجرة. تشوف هني قصة، لما نقطعها الحين براويكم شنو، تشوف شلون وشنو هو راح الأضرار اللي يسببها هذا الشيء. إذن الشغلة هذه في المعاينة حصلنا هني حبال، شنو هو يسوي الحبال هذا، شنو هذا، ليش احنا نقصه؟ طبعا هو تايت، طبعا هم ربطوه وهي الشجرة صغيرة وتملى كم سنة، سنتين، سنة، إلي ما تمدد الغصن ودخل داخل. شو الحاصل لما يصير الحبال هني؟ شوفوا هني هذا، شوفوا شلون يدخل الحبال داخل هني، يقطع العصارة. لما أقول يقطع العصارة يعني الماي ما راح يمشي إلى فوق، والغذاء راح تتوقف حياة النبتة من هني، يعني راح خلاص يقطع الحياة مالها من هني، راح هذا الجزء كله ينشف لما يكون عليه ثمار أو أي شيء. حتى اسمها أحاول أن أنا أفتحه وأكبر السيم هذا أو الش اسمه، ولا يحتاج. مثلا مانجا زبدية خلاص ركزت في راسنا زبدية، خلاص عرفنا أصلها، بس هذا بعد لازم ينشال على حساب ما يصير فيه أي تلفيات. الماء أيضا يجب تخفيفه بنقاطات تكون أجستبل، اللي هو تقدر تبند اثنين وتخلي اثنين، أو يكون في سويتش أون أوف أخف، في سويتش أون أوف يخفف من رطوبة التربة الكثيرة. طلاء الجدع أيضا هذا مال المانجا لحد متر مثلا أو 50 سنتي، لازم تطلون هالأيام دوعكم، لأنه بصير هش هني اللحاية تآكل وصيده فطريات، احذروا فترات الصيف. النقطة الثالثة اللي حبيت أقولها، إلى بعد هني في براعم، مثلا هذا برعم، شوفوا الأخضر اللي في إيدي هذا الحين برعم تحت التركيبة، مثلا ما نبي يطلع ويخرب التركيبة اللي فوق، مثلا تركيبة 8 هني على سبيل المثال، لا يصير أن تطلع هذا، لأن هذا يغلب الأصل، اللي هو الأصل يغلب التركيبة. هذه نقطة نصائحي إلى بعد إذا تبيها تثمر سريع. في شهر 11 من كل سنة تقدر هني تقلم من برج إلى برجين. شلون برج إلى برجين يا أبو أحمد؟ مثلا من القمة إلى هني بداية الورق هني برج، أقص هذا،
ومن هني الى هني بدايه ورق هذا برج، يعني راح اقصها من هني، وانا الحين اقدر اقصها بس نبي نعطيها فرصه لانها منطلقه. اذا شهر 11 اقلم اطرافها جميعها، الحين خلها في انطلاق وكل شيء اوكي. تحتاج المنقايه لتضليل لان هذه اثار شمس، احتراقات تريبس. ايضا شوفوا هذا التواء الورق بهذه الطريقه، شوفوا نفس الكرفس هاي، شوفوا هاي التريبس ياكل هني، شوفوا هذه المنطقه او الجزء نفس الطريقه. اذا تحتاج الشجره الى حمايه، الى تضليل مؤقت في الاشهر الحاره هذه. ومثل ما قلنا نقص من برج الى من هني برج، يعني من هذا البرج، البرج الثاني يبتدي من عند الورقه الثانيه، يعني نحط يدنا على الاوراق هذه واحده ثنتين، وبعدها نقص ديرين ونسمدها سماد بقري من بعيد شويه، دار مدارها حول كفين سماد الى ثلاث اكفف اساس المزرعه اسمه. اوكي، ويعطيكم العافيه، هاي اللي حبينا نصوركم اياه، وتحياتي لكم من ابو احمد.